بناتهم صابرين. يلا يلا مرات مش مع وداد، مش مع ولا مع رجل، ولا مع رجل ولا مع وداد. طلب بالعصام كما كتشوفوا مشيرنا كان في هذه اللحظات مغادرة سيارتنا نقل الأموات للحي اللي كان فيه الراحل وتتحضر الإبن ديالو وكذلك. أمين ما يصبر ما يصبر ما يصبر ويربط على قلوبهم. مريم أكيد هي البنت الصغرى لراح العصام. نعم سيد هذا عندك حتى أنا أقصد المرأة ما بغيتش العلاقه ديال الحاج مع هذه اخر كلام كان عندك مع الحاج شنو هو؟ والله يصبرك على الله الا لله ولي غير الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمك الصبر ما نفهمش شي حاجه